السلام عليكم، معكم زايد في لعبة فناف 4، السلسلة الشباب اللي كل 3 أشهر تنزل حلقة منها. فيلا شباب، هذه حلقة وبعد 3 أشهر ننزل حلقة ثانية. لا مزح، بس هالمرة شباب أجبرت نفسي أوكي، على أني ما أحب هذا النظام، بس يا خلاص أبى أفتك، ابى احاول احب هالنظام. فان شاء الله يا شباب على الاقل نوصل الليله الخامسه. وقبل ما نبدا لا تنسوا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على محمد، وخلونا نبدا. اوكي يا شباب، زي ما تشوفوا هذا النايت اللي وصلناه، ويلا شباب راح نكمل الرحله الفنافيه. بس يا اخي صبر، نسيت كيف العب، كيف اولع الفلاش يا حبيبي، كيف اسوي وات، كيف اولع الفلاش؟ اوكي على شكل استغفر الله، شكل لا عارفين، حتى مو بدينا نسوي اي شيء وصار كذا جمب سكير. عارفين ما عدينا دقيقتين في التصوير يا حبيبي، ما يفلش يا عيال، شو السالفه؟ وات، ليش خلينا كنترول؟ وات ذا فيه يا اخي، نشيت كيف العب يا عيال، شيء من اوكي. اتوقع في حد يا اخي، قاعد اسمع واحد يمشي في الغرفه يا حبيبي. واو، في حد يمشي في الغرفه يا صوت. طبعا صح يا شباب، انت قلتوا لي غير اوكي، قلت له تخلي نسخه الهالوين لانها اصعب. شكرا لكم. يا صوته والله كثير تجمعوا يا عمي، يلا 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 ان شاء الله نسويها. ما في حد، حلو حلو، ما في حد يا اخي، اسمع صوت خطوات يا عيال، شو السالفه؟ يا صبر، كاني شفت واحد يدخل هنا. اتوقع لا عن اصلك، لا 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 يا اخي، لا لا والله بالغلط يا اخي، يا خوفني يا اخي، والله انه خوفني. يا الله يا الله يا حبيبي، ايش هذا الليله الثالثه هذه؟ هذا معقول الثالثه؟ انا حاسس اني وصلت الخامسه الصراحه. يا اخي طعمها يا اخي مرعبه الصراحه، اللعبه مرعبه يا حبيبي يا اخي، والله لا زال يلقلق يا عيال من الفيديو اللي فات، حرفيا كذا يكون في لاج بحيث انه يحسسك انه راح يكون في جمب سكير. او ماي جاد يا الله يا اخي، ايش هذا يا اخي، والله انهم يستهبلون يا عيال. كاني اتوقع في حد صح ولا اوكي ما في حد. يا اخي في اصوات خطوات كثيره، في حد اوكي، اتوقع انه يب روح اوكي. شفتك يا حيوان، ابلع شرب. وطف يا حبيبي، الين متى؟ احس اني امدد يا عيال، في حد في حد في حد، النور جالس ما ادري ايش فيه له. اوكي ما في حد هنا، يخرب بيت الرعب، والله رعب نفسي يا عمي. يا ليل يا اخي، خلاص انت روح روح يرحم لي امك. اوكي يلا حلو حلو، رجع لطبيعته يا اخي. شباب انا جالس اسوي عمل حلو الصراحه الحين. هذا كيف الساعة 2 هذا؟ صراحة شيء غير منطقي، كيف الساعة 2؟ مرة وصعب الوضع هسه. يا ليل خلاص خلاص، تراك أذيتني، تراك أذيتني يا ورع. تكفون يا تيكا بوني فريدي هيلب مي يا أخي، تكفون. يلا يا شباب قاعد أسوي عمل حلو الصراحة. أزعج أمي هذا حرفيا، تراك فليته تراك. والمشكلة يا شباب أنا ما أعرف متى يرجع لطبيعته كذا، ما أدري كيف. اوكي اسمع حد يا اخي، مش ما اعرف متى افلش على الباب يا اخي، المشكله متى يعني اسكر هذا. اوكي لا يا شباب، انتوا قلتوا لنا لما يفلش الليت يعني في حد، فيا هذا شاب كل شوي يرسبن، ازعجني حرفيا ازعجني. شكون بليف شوب الساعه 4، ليش جو الساعه 4 يا عيال؟ يلا 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 شباب، احس اني قربت، يلا ما ينفع اني اخسر يا اخي، لو اخسر بعيد اخر الدنيا. في حد، بس الفلاش حق الفلاش حقي نور كذا ما ادري كيف، انا في حد خطر داخلي اتوقع. لا عم كريه يا اخي كريه. يلا يلا يا عيال يلا، الساعه 5، انا راقبك يا فريدي، ترى اتحسب انك مدري ايش. ها اوكي في عاد في عاد في عاد، اي 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 اوكي، اتوقع الحين عادي نفلش. يا ليل تراك ذليت امي، تراك خلاص يكفي. حلو حلو حلو، باقي يا حبيبي باقي ساعه، يلا ايش الساعه اللي ما تمر؟ او ماي جاد، والله حسيت اني باخذ جمب سكير، بس ليش كذا النور ينور كذا ما ادري كيف. لا لا والله ما اقدر اسمع تمام، والله يا اخي ليش كذا، ليش والله كنت قريب يا اخي، ايش هذا؟ ليش تبغى تخربين كل شيء يا تشيكا؟ كالعاده تشيكا تعرف تخرب، بس عارفين يمكن باقي ثانيتين، يمكن ثانيتين 3 ثواني خلاص نوصل الساعه 6. او ماي جاد يا اخي، والله نت وورث. عن يا عم ايش في؟ ما سمعت ولا شيء حرفيا، ولا هل يمكن عشاني ما سمعت صوت سكرت الباب كذا يعني، ولا ليش؟ يا اخي ليش اللعبه تحاسبك على ابسط الاغلاط؟ يا اخي يمكن جاب الغلط سكرت. وات دف اي وات؟ شو هذا؟ حبيبي شو اللي يخوفني قبل شوي؟ لا والله في مسخره يا عيال، وعلى اساس 4 دمه، فريدي بوني فوكسي تشيكا، هذا البنفسجي من وين جاء هذا؟ يا الله يا اخي ايش هذا يا عمي؟ هذه بس الليله الثالثه، كيف من الممكن اني اخلص هذه اللعبه؟ كيف؟
يس اخيرا او ماي جاد، مع انه المفروض يا اخي نسويه من اول محاوله اصلا، بس ما ادري ايش الحظ الخايس هذاك اللي جاني. يعني شوفوا كنا نقدر نخلصه في 10 دقائق، قاعد اصور لمده كم 36 دقيقه، ولكن يلا يومين فقط على الحفله. الحلو الشاب اني اتكرم هذه الهديه لما افوز. اوكي انه يكرهك. طبعا صح يا اخي انا نسيت نوعا ما القصه، يجب ان تستيقظ. اتوقع انه كذا طرده من الحفله شيء كذا صح، ما خلى يدخل اللي هو اخوه. يعني تقدر تخرج من هنا لكن لازم تسرع. اوكي المره شباب انا اتحكم فيه. وات من هذا بعد؟ الو وين من هذا؟ وين هو جسمه لعبتك؟ مالي هو سبرينج بوني. ابوي خبرني اللي لازم احذر منه ولا راح يعض شو اسمه اصبعي. سبرينج اكيد انه فخ للاصبع كما يقول. يا واضح، بس انا عندي جولدن فريدي، هذا هو الشيء اللي ما تعرفينه او ما تعرفه. والله ما ادري صراحه هذا ولد ولا بنت. اوكي حي وين اروح يا حبيبي؟ الاحظ شاب ان هذا هنا لكن ما ادري ايش السالفه، ما اقدر اروح. اوكي قول له يا شاب ما شفته الصراحه. من الافضل انك تحذر، سمعت انهم ياتون للحياه في الليل. دمى نعم، واذا مت يخبون جسمك وما يخبرون اي حد. لماذا تبدو قلقا؟ سوف اراك في الحفله. للاسف لا استطيع. بس اوكي هنا شاب ما في جولدن فريدي، قناع مدري ايش او راس اللي هو يعني. ايوه وش هذا بعده؟ اليس انت الفتى اللي يختبئ تحت الطاوله ويبكي؟ ولا واحد خائف. لماذا انت خائف؟ توقف عن كونك طفل متورع. يا حبيبي انا عندي مشاعر. اوكي ولا لا؟ انا اخوي ظلمني وسبني وتفل علي. اوكي وطف يا اخي اشكالهم غريبه الصراحه، بس انه كريبي نوعا ما. هل انت رأى ذهب الى الحفله؟ كل حد يروح راح يروح الحفله. وانتظر لازم تروح الحفله لانه يوم ميلادك، مو على اساس انه بعد يومين يوم ميلادي صح ولا لا؟ ايوه هذا شاب لا زال يراقبني، لكني انا ذاهب الى البيت. ايوه رجعنا للبيت. احذر. احذر من شنو يا جولدن فريدي؟ الو هذا كان يطالعني كذا فجأة كذا، كان يطالعني ما ادري كيف. بس على العموم لذات الغرفة هذه نفس ما هي، واللي زي ما قلت لكم شباب انا نوعا ما ناسي اللور نوعا ما، احس يبالي اشوف الكلام. يلعن وطف، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا المريض اخوه المريض، بكره هو يوم اخر. وكالعادة شاب الطفل الباكي لا زال يبكي. اوكي شباب انتم قلتوا انه طفي الليت ها ما ادري ايش عشان تسوي سكيب. ف يلا يا شباب اول شيء نشوف. اوكي يا اخي هذا خوف يعطيني جمب سكير الصراحة. لا تقول لي خلصنا. الو كيف في بعد وقت؟ دود لا تقول لي وقف. تكفى روح للاكس ارحم لي امك. وطف وات وش صار؟ يا اخي خرع علي يا اخي، ليش كل حد يعطيني جمب سكير يا اخي؟ يا انا زعلان الصراحة. اوكي لانه فجأة كذا حول ما ادري كيف. اوكي شباب يلا الليلة الرابعة، شفتوا اني عانيت في الليلة الثالثة، ما راح يحدث في الرابعة الله يعين. الرابعة شكلها جلد، بس تو ندري ان هذا الرابعة مش الخامسة حتى. واو this is gonna be interesting man. يا اخي الاصوات هنا زاد خفيف الصراحة. انا يا شباب شوف كل ما اخسر اعرف ان ساب اللعب مش انا. بس يا اخي لاحظت ان شو اسمه، لاحظت انك انت تقدر تمنع فوكسي انه يدخل بدري نوعا ما، لان فوكسي الصراحة يسبب لك اذية، كل ثانيتين تلقاه متحول. فيا يا اخي عم الرعب يا اخي الصراحه، هذه احسها ارعب لعبه، او خلينا نقول اربع جزء في فناف اربع ارعب. الهم انه ما فوكسي ما يدخل، هذا اهم شيء. ايوه شفت كيف هو برا يا شاب، ينتظر اللحظه المناسبه، لكن انا راح احاول انه ما اخليه يدخل. دام يا عيال رقابه قويه جدا، حرفيا ما اخلي الدمى يدخلون ابدا. يا اخي يا شاب الصوت مره واطي ما ادري كيف، يا شاب احس اني بخسر لان الصوت مره واطي. يا اخي يا شاب الخباثه في هذه اللعبه انهم يبونك تعلي الصوت على الاخير عشان تقدر تسمع صح، ولكن في المقابل راح تاخذ جمب سكير مره مزعج. كانت بليفة يا عيال. يلا وصلنا ها، قاعدين نتقدم. الغريب انه لحد الان ما في وحش. وطف سمعت واحد هاي شي الله يتر، لا يدخل فوكسي هذا اهم شيء. يلا الساعة 4 تكفى من اول محاولة. والله كنت بفلش حرفيا. الحمد لله سمعت. اوكي اتوقع اروح. يب رجاء انقلع من هالمكان يا فريدي شكرا. الو والله كنت يا حبيبي شو السالفة؟ يا عيال صاروا يتأخرون ترى، اقول لكم صاروا يتأخرون في انهم يتنفسون كذا ما ادري كيف، يحاولون يستعبطون علي. يلا 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 شو والله صوت مره واطي يا حبيبي، خرع على هذا المطور. اوكي يستهبل حرفيا يستهبل. بس حبيبي عرفت خطتك يا سكوت ها، بس اقول لك اوكي يلا ما في حد. يا عيال لحد الان منعت فوكسي انه يدخل. يا رب ما اخسر يا اخي، والله ما احب اخسر في الدقائق او في الساعات هذه. هدي اوكي في حد، والله حسيت اني بموت يا عمي. هدي يا زايد.
او ماي جاد والله حسيت ان في حد، لاني شكيت الصراحه، قلت هل هذا صوت ولا ايش؟ يا اخي يلا الساعه اللي ما تمر دود، يلا يا حبيبي يلا يا اخوي. ليتس جو، او ماي جاد او ماي جاد، اي كانت بليف ات يا عيال، من اول محاوله حرفيا، من اول محاوله يا اخي صدق اني عراب يا اخي. او ماي جاد مان، يلا وان دي انتل ذا بارتي، يا ساتر. اوكي رجاء خلني اطلع، يا ساتر هذا حبسه مع الدمى. اوكي خلونا نشوف ايش يصير، ارجوك يا حبيبي، هذا اكثر مكان ما تبغى تكون موجود فيه، ارجوك خلني اطلع تكفى. ولا لا تقول لي خلص بس كذا، لا نبى زياده. وات يلا يا شاب، اذا دام ان هذا مره قصير خلاص خلونا نختموا من اللعبه وخلاص. قال لي هذا يا اخي والله بيأذيني هذا، بس شوف شوف كم ثانيه معطيني، ولكن اصبروا. لا يا اخي شو هذا، كم اون دود، ليتس جو سويتها. وات او ماي جاد، اوكي يا شاب سكبنا ساعتين استغلها. اوكي الله يعين يا شاب الله يعين، عاد هذه الليلة الخامسة اعرف انها ما راح تكون سهلة. اوكي يلا حلو، على الساعة 2 على طول، اهم شيء لا تخلي فوكسي يدخل. والله صار في اصوات كثيرة يا عمي، شو هذا؟ شو الصوت هذا؟ وطف ايش وات؟ شنو هذا؟ لا والله مسخرة يا عيال، ايش هذا؟ ايش هذا اللي جاني حبيبي؟ فريدي متطور، شكله عنده نقطة ضعف ثانية صح ولا شيء؟ طب اصبر تكفى قول لي لا زال يعني سكيب، انا ترى سويت حلو اشياء حلو، المفروض لا زال يكون في سكيب. لا 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 ليش كذا يا اخي؟ على الفاضي دام كذا، شو الفائده؟ خلاص برجع عن 12 ساعة. او ماي جاد، ايش قاعد تسوي انا يا عمي؟ صدقوا يا عيال اطلع النايت 5 سهل، حرفيا بس كل اللي تسويه انك تراقب فريدي، والغريب يا شباب انه بس فريدي موجود، ما حد ثاني موجود، ولا زال الوضع يوتر لكنه نوعا ما سهل. مو صعب، يعني اول كنت لازم تسمع الحين يا شباب عارفين وصلت الساعة الرابعة وانا مو حاط سماعة، تخيلوا، لهالدرجة انا محترف. يلا يلا باقي ساعة يا عيال كمان. اوكي على طول يا حبيبي، يا حبيبي ردت فعل. اخي شو هذا يا اخي، تبغى عندي ايش؟ ردة فعل كونتر سترايك ما يصلح يا اخي، شو هذا؟ يلا شباب امشي ما اسوي ثروات ها كالعاده يعني، ركز رجاء ركز، عارفين شباب التوتر الف. وي اي سي يو، واو يا ساتر اجين فريدي وات از ذيس مان. يلا طبعا كالعاده شباب الساعه الحمد لله الحمد لله، او ماي جاد والله شاب كنت متوتر الف، ولكن اخيرا خلصنا فناف يا عيال، اي كان بليف ات. تدرون يا شاب ان هذه اول فناف بشكل رسمي اخلصها، يعني اول فناف اخلصها، ولكن يلا حان الوقت، اللحظه المنتظره يا عيال. واو اخوك كان نوعا ما طفل ليس كذلك؟ انه شيء يعني مخزي، ليش ما نخليه يعني يشوف نظره اكثر؟ راح يعجبه. لا توقف، هيا يا رفاق لنعطي هذا الشخص يعني شو اسمه، شله مو شله يعني نشله يعني، يريد يقرب منه. ايوه اللحظه يا عيال اللحظه اللحظه، لا ما اريد اذهب اللحظه يا عيال، سمعت هو الشخص انه يريد يقرب اكثر. انت يلا يا رفاق، اعتقد ان الرجال الشعلوك قال يبغى يبوس فريد بير، عند ثلاثة واحد اثنين اند يا ساتر، هل هذه كانت عضة 57؟ اوكي اسوي نفسي ما اعرف يا عيال، ولكن وات اقول بس كذا خلصنا ايش شكت؟ لا مستحيل، ولكن شاب العضة الشهيرة تمت رؤيتها، بس غريب انه بس كذا يعني، شكل لازم بعد زيادة عشان تعرف اكثر ولا شيء او تشوف اكثر. اوكي شاب تعرفوني مستحيل العب الليلة السادسة، حرفيا جلت ساعة و37 دقيقة عشان اختم هاللعبة، بس اتشوق هذا الاكسترا شو بالضبط. اوكي هذه اشكالهم، هذا ازعجني ازعاج مو طبيعي يا عيال، بس ايوه في بعد استفهام، هذا اكيد شكله راح نلقاه في الليله السادسه. يا شباب خوفي بعد ما خلص السادسه يكون في ليله سابعه، وبعد السابعه في ثامنه، ما ادري حس المطور يعرف يمطط، لكن لي انا قدمت هذه اللعبه
صح ولا لا يا شباب؟ اسم اللعبه فايف نايتس، خمس ليالي. لحد يقول لي زايد لا كمل، لا ما بكمل خلاص، اعطوني النجمه يعني ختمتها صح ولا لا؟ ويلا شاب، ما ادري ايش راح يكون الجزء الجاي من فناف اللي راح اختمه، لكن نشوف. وين وصلنا الفيديو؟ اتمنى يعجبكم، لا تنسوا اللايك، والى اللقاء.